مشيت البارح باش نبحث في صفاقس عند حرس في صفاقس على خاطر سبيطار صفاقس مستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس شاكي بيا على خلفية تدوينات حكيت فيها على خبر تعدى في عديد وسائل الإعلام المحلية والدولية وقت اللي في أفريل 2023 طاقة الاستيعاب متاع المشرحة ما عادش قادرة تحتمل كم الهائل من جثث المهاجرين غير النظاميين اللي جايين للمشرحة ولا الإطار الصحي الطبي يطلق في صيحات الفزعة. وين نقلت الخبر كما نقلوه المئات من الزملاء معناه وحتى المواطنين. هو كي تشوف انا متاكد انه القاضي والامني يخدموا في خدمتهم معناها المشكله هو نحن توا عايشين في سياق سياسي اللي ولد فيه اي راي مخالف لرؤيه السلطه للعالم ولكل القضايا اللي فيه بالوقت يقع تصنيفه كراي اكيد جاي من شخص فاسد ولا خائن ولا عميل ولا حاجة منك النسق ذاك باش نطولوا فيها مناخ استبدادي معناه فما مناخ تاع استبداد قاعد يتركز يا أما تحكي كيما تحب السلطة يا أما فأنت مستهدف معناه للدعاوى القضائية بسبب أو بدونه وتوريت كي أنت تعمل سياق كيما هكا في البلاد يولي أي مواطن عنده مشكلة مع أي شخصية عامة يقولك توا فرصتي باش نضرب ضربتي باش نصفي حساباتي معاه. هو اكيد من حق الناس انك تقاضي لكن على باز القضاء معناها عملوه باش وقت اللي حد يعتدي عليا ويظلمني ويفك لي حقي ولا يتجاوز حقي نمشي نشكي به مش واحد قال كلام ما يعجبنيش نمشي نشكي به ما نعرفش والله يخمم باش نعملها في الكرونيك هذا بتتر نعملها بتتلي اما نجم نعطيك انا ثلاثه طرق فعاله باش تفادى التقاضي يعني انت كي نقول عليك انا كلام ما يعجبكش تنجم تجاوبني ببساطه تنجم تطلب حق الرد وهذا حقك بالقانون كيما تتعدى تقول الكلام اللي قالوا هيثم غلط وهاو نعطيكم الصحيح وكذا كيما تنجم زادة تجاوبني ببيان ولا تكذب تهب التكذيب يعني تو نشوفوا في وزراء صحافي يقول كلام ما يعجبهمش يشكيوا به مرسوم يحبوا يبعثوه بعشر سنين حبس وقت اللي المسألة كانت تنجم تاخو ببساطة بيان من الوزارة المعنية تكذب فيها ما ورد على لسان السيدة ذي ويوفى الموضوع فما كان البلدان الاستبدادية والمتخلفة هي أنه لمجرد أنك اعطيت راي ولا حتى معلومة غالطة يشكيوا بيك ويشكيوا بيك مش يشكيوا بيك جوست قضاك هو قضايا متاع حبس مرسوم 54 راهو كي يشكي بيك موظف عمومي 10 سنين حبس تلعب عليه. إشكايات من طرف مؤسسات الدولة وعلى رأسها الوزراء ما نعرفش قديش من صحافي اليوم فما أكثر من 20 صحافي عندهم إشكايات ضدهم ومعظم إشكايات هذية من وزراء وفما وزراء اختصوا في معناه تقديم إشكايات بالصحافيين وفما حالات صارت عاملين والكيمة ديما نتذكرهم نزار بهلول منيا العرفاوي محمد بوغلاب زادة هذوما صحافيين إشكاوا بهم وزراء لمجرد أنهم كتبوا مقالات ناقدة ليهم ويشكيوا بيوم مرسوم 54 يعني شنية هذية تراه يظهر لي يلزم تكون عندك برشة سوء نية وبرشة نفاق وبرشة انبطاح باش ما تقولش بوضوح أنه هذية هي رؤية السلطة الحالية لفلسفتها لممارسة السياسة اللي هي اللي ينقدني نحطه في الحبس. هو شوف ما يدوم حال راه حتى بن علي كنا نقولوا اسمع اسكت ذكرها الكلمة اسكت يبعث كرة الشمس معروفة الحكاية داركم ما عادش يفرحوا بيك الحكاية معروفة اي بورتون في ثلاثة جمعات طاح بن علي بيانسور من نظريات موجودة بزايد لكن في اخر المطاف ما يدوم حال النهضة ونداء تونس تتذكر كي كانوا يقولون رانا باش نحكموا في البلاد ال 15 20 سنه القدام اي بورتون حتى هما ما ديمتلهمش ماهي باش تدوم لحد بيتسب معناها بطريقه او باخرى هي فما حضارات عظيمه حكمت العالم بعد اندثرت معناها خلي نظام مربوط بتل دونك في كل الحالات ماهيش في الدوم الحكايه وباش يجي نهار اخر وباش نرجع فما حريه التعبير على قاعده وديمقراطيه على قاعده لكيما توا اللي ما فماش ديمقراطيه كيما الديمقراطيه المضروبه اللي كانت تقبلها وقتها
التوانسة الشعب التونسي هو اللي يحب يفهم روحه اسكو يحب يعيش حر وبكرامته ولا لا، خاطر اليوم راه فما جزء لا يستهان به من الشعب يحب يعيش تحت الصباط، وكي تجي تقول له انت يخرج ننحيك اللي في رابطينك به في كرومت كذا يقول لك لا خليني هكا انا مرتاح، ما حلاها سيدي اللي ربطني بحبل. فهمت؟ التوانسة يزم يفهموا روحهم اسكو يحبوا يعيشوا بالحرية والكرامة بالرسمي، ولا هذوكم كانوا أقلية اللي خرجوا في الثورة بلبزوا الدنيا، وهاي توا الأغلبية اللي تحب الخنوع والاستكانة هي اللي رجعت خذت زمام الأمور في البلاد.